بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم في محاضرة جديدة من محاضراتي عن الطاقة المتجددة. موضوع محاضرة هذا اليوم هو Non-Dispatchable Sources of Electricity، والNon-Dispatchable هو أحد أهم الاتهامات ولعله الأخطرها اللي يوجهها كبار منتجي الطاقة الكهربائية التقليدية للطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وأقل منها طاقة الرياح. وهذه المحاضرة تعرض مناقشة لهذا الاتهام وطريقة مواجهته في موضوع الطاقة المتجددة. والحقيقة أن جزء كبير من مستقبل هذه الطاقة يعتمد على مواجهة هذا الاتهام والخروج من دائرته. فأي زيادة حقيقية في مدى مساهمة الطاقة المتجددة في موازنة الطاقة الكهربائية الوطنية بنسبة أكبر من 30-40% تعتمد على مواجهة هذا الموضوع وتحقيق الآلية الحقيقية التي تضمن الخروج من دائرته وتحقيق إنجاز حقيقي. لنبتدي أولا بتعريف ما تعنيه كلمة dispatch. تعني هذه الكلمة بالمعنى القاموسي الارتفاع، الإرسال إلى غاية. والحقيقة أني لم أجد في كل المعاني التي تم ترجمة الكلمة لها ما يغنيني في التعريف بها، لذلك سأنتقل إلى المعنى الاصطلاحي وأترك المعنى القاموس. dispatchable generation تعني هاتين الكلمتين إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية، شريطة أن يكون ذلك الإنتاج خاضع لتعليمات التشغيل التي يصدرها مركز السيطرة الوطني أو مشغلي الشبكة بالصعود في الإنتاج حين الطلب أو خفض الإنتاج أيضا حين الطلب. بهذا المعنى فالمقصود بوصفنا لأي مصدر من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية بأنه dispatchable sources of electricity، أي أنه يخضع في كمية الإنتاج التي يولدها في كل وقت من الأوقات لرغبة مشغلي الشبكة ومشغلي المنظومة الكهربائية، وطبعا للحاجة إلى الطاقة الكهربائية، أي أنه إنتاج انقيادي بحسب تخطيط مشغلي الشبكة. على هذا الأساس فإن Non-Dispatchable Source of Electricity تعني مصادر توليد الطاقة الكهربائية التي لا يمكن الخضوع فيها كليا أو جزئيا لرغبات مشغلي الشبكة ومركز السيطرة لأسباب كثيرة، منها أنها في طبيعتها غير انقيادية لقرارات هؤلاء، أو لأنها تخضع في اشتغالها لعوامل طبيعية، فمثلا تقنيات الطاقة الشمسية تعتمد على الإشعاع الشمسي وتغيره الآني، وكذلك مصادر طاقة الرياح والمد والجزر. يعرض هذا الشكل نموذجا لمنحنى الأحمال اليومي في شبكة كهربائية، ويمكن أن نرى المناطق الأساسية الثلاثة فيه. فهناك الذروة النهارية، وهي التي نراها في ساعات الظهيرة بسبب الحاجة للطاقة الكهربائية في المدارس والمعامل والمنشآت الصناعية. ثم هناك الذروة المسائية، وتحدث بسبب الحاجة للطاقة في المطاعم والمسارح والمحال التجارية ليلا. وهناك منطقة انخفاض الطلب على الطاقة في منطقة الفجر وقبيل النهار. هذا هو الشكل العام لمنحنى الأحمال، قد يختلف بين دولة وأخرى بشكل جزئي وببعض التفاصيل الخاصة فيه والتوقيتات، ولكنه عموما يعطى بهذا الشكل العام. مشغلي مركز السيطرة الوطني على الطاقة الكهربائية ومشغلي الشبكة يسعون دوما لتوفير هذه الأحمال المطلوبة. وعلى المستوى الإنتاجي يترجم ذلك بأن على مشغلي محطات الإنتاج العمل على تغيير قيم إنتاج محطاتهم آنيا وفق إرشادات مركز السيطرة، زيادة أو انخفاضا لتلبية متطلبات الأحمال الآنية. لذلك فإن إنتاج محطات الإنتاج المختلفة ليس إنتاجا ثابتا طيلة ساعات اليوم أو الشهر أو الفصل. طبعا هو ثابت لمحطات البيز لود، وجزئيا ثابت لمحطات الانترميديت لود، ولكنه ليس صحيح للكثير من التقنيات التي تستخدم في تلبية احتياجات البيكينج لود مثل الديزلات والغاز توربين. عندما نقول dispatchable sources لمصادر انتاج الطاقة التقليدية، فإننا لا نعني ان لها جميعا نفس السرعة في الاستجابة لمتطلبات مشغلي الشبكة ومسؤولي مراكز السيطرة. الحقيقة ان استجاباتها مختلفة بشكل كبير، منها ما يستجيب بسرعة ومنها البطيء في الاستجابة، وذلك اعتمادا على مصدر التشغيل وآلية إنتاج الطاقة فيه. عموما يمكن تقسيم الوقت المطلوب تغيير حجم الإنتاج من المحطات الكهربائية تنفيذا لطلب مركز السيطرة إلى ثلاثة أصناف أساسية. الصنف الأول هو صنف الاستجابة السريعة. في حالات الإنتاج المنخفض تكون المتسعات خير مثال على هذه الاستجابة السريعة. أما في حالة القدرات العالية فتقدم من محطات الكهرومائية، وهي من مصادر الطاقة المتجددة، خير مثال على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية سريعة الاستجابة لزيادة أو انخفاض في القدرة المنتجة بسبب وجود مخزون من المياه في البحيرات الخاصة بها،
لذلك بإمكانها زيادة الإنتاج في أقل من دقيقة من الطلب. أما المحطات التي تصنف على أنها محطات تستجيب بشكل متوسط، فمنها محطات ناتشرال جاس تورماين، فهي تستطيع توليد مقدار الطاقة المطلوب صعودا أو انخفاضا خلال دقائق من صدور الطلب بذلك. والسبب في ذلك يعود لأنها تنتج الطاقة بالاحتراق المباشر للغاز داخل التوربين. لذلك تستخدم هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة. وهناك محطات الجاس تورماين التي تستخدم محركات الطائرات، والتي تستطيع التلبية بشكل أسرع، لذلك تسمى الفاست تراك. أما إذا تكلمنا عن مصادر الطاقة المتجددة، يمكن ذكر محطات الطاقة الشمسية الحرارية المجهزة بالثيرمال انرجي ستورج، التي تستطيع تلبية الزيادة أو الخفض في الإنتاج بشكل سريع. أما المحطات البطيئة الاستجابة، فهي المحطات التي تستند في عملها على استخدام الستيم توربين، الذي يعمل بالبخار سوبر ستيم المنتج في البويلرات المرافقة لها. تجهيز البخار بالمواصفات والكمية المطلوبة يتطلب وقتا أطول بكثير مما نراه في محطات الغازية، لأن الإنتاج هنا يتم بمرحلتين. في المرحلة الأولى يتم إنتاج البخار سوبر ستيم أو ستيم المشبع، والذي سينتقل لاحقا إلى التوربين البخاري لإنتاج الطاقة الكهربائية منه. لذلك فإن المحطات التجارية العاملة بالوقود ومحطات الطاقة العاملة بالفحام والمحطات النووية كلها تخضع لهذا النوع من التصنيف، مع ملاحظة أن المحطات النووية يمكن أن يتم إطفائها خلال فترة قصيرة جدا لأسباب السلامة، عند الشعور بوجود خطر يتهدد المنشأ أو وجود تسريب ممكن يلوث المنشأ. السؤال الآن، لماذا نحتاج الـ Dispatchable Energy؟ سأحاول هنا إجابة دقيقة على هذا السؤال. لدينا أولا تحقيق التوازن في المنظومة الكهربائية، الأحمال والتردد، وتقليل التوليد بشكل أمثل، إذ لا داعي للتوليد المبالغ فيه والذي يفوق الحاجة لأنه خسارة لا مبرر لها، مع إبقاء جزء من هذا التوليد الإضافي كاحتياطي للتشغيل. ثانيا، متابعة الأحمال في زيادتها وفي انخفاضها بحسب الحاجة للطاقة. كذلك تلبية أحمال الذروة ومجاراتها فيما تحتاجه من قدرة كهربائية، وكذلك من خلال المصادر التي يمكن لها التلبية السريعة للتغير في الأحمال في هذه الأوقات. في أوقات الذروة تتجاوز قيم الأحمال المطلوبة معدل القدرة المنتجة، ولولا وجود احتياطي في التشغيل لتعرضت المنظومة للإطفاء. لذلك لابد من الصعود في الإنتاج لتلبية الزيادة في الأحمال، والإبقاء على هامش احتياطي معقول جاهز لتلبية أي تغير مفاجئ في الأحمال. ولتنظيم التردد أيضا، وهذه مسألة مهمة، وذلك أن التغير في القدرة المجهزة للشبكة قد تؤدي إلى تغييرات في نوعية واستقرار شبكة النقل ذاتها بسبب التغير في تردد القدرة المنقولة. لذلك فنحن بحاجة إلى قدرة يمكن إضافتها بسهولة مباشرة عند الحاجة لمعادلة التغير في التردد، وإبقائه ضمن حدود التغير المسموح بها. وهناك أيضا الحفاظ على مستوى من القدرة كباك أب لمحطات البيز لود خاصة النووية، التي قد يتم إطفائها لأسباب السلامة النووية خلال ثواني. الآن لنعود في حديثنا إلى مصادر الطاقة المتجددة. مصادر هذه الطاقة مع الطاقة البديلة تقسم بشكل عام إلى قسمين بحسب القدرة على الديسباتشبل. العائلة الأولى هي العائلة التي يمكن التحكم بتشغيلها وبالقدرة التي تنتجها، وهي المصادر التي تمتلك احتياطات مخزونة من المادة التي تستخدمها كوقود أو كفيول أو كعنصر تشغيل. وأهم تلك المصادر هي السدود، لأنها تمتلك بحيرات ملحقة بها، والبايوماس، لأنها على أنواعها المختلفة تمتلك احتياطات خاصة بها. مثلا إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات البلدية، لدينا رصيد متراكم من النفايات، وهكذا مع الجيوثيرمال إذ تمتلك رصيدا من المياه الساخنة. أما العائلة الثانية، عائلة النون ديسباتشبل سورسز، فهي نوعان، وهو نسبيا أهون من الطاقة الشمسية، إذ رغم أنه يتغير باستمرار طيلة اليوم وخلال المواسم، إلا أنه موجود على الدوام، مع أوقات اختفاء له قد تستغرق ساعات أو يوم أو حتى أكثر. ويظهر هذا الشكل نموذجا لتغير الطاقة المنتجة من مزرعة رياح لمدة سنة كاملة. وكما تلاحظون ثمة تغييرات يومية واضحة وكذلك موسمية، وهذه التغييرات تتم بشكل خارج عن إرادة أي إدارة لشبكة الطاقة الكهربائية التي تتصل مزرعة الرياح بها. لذلك يتم وصف هذا النوع من التوليد بأنه non-dispatchable،
أي غير قادر على الانقياد إلى طلب مشغل الشبكة بشكل مرن وصحيح. ونفس الفكرة تنطبق هنا على الطاقة الشمسية، وربما بشكل أسوأ مما سبق قوله عن الرياح، وذلك لسببين أساسيين. أولهما أن الطاقة الشمسية موجودة بوقت محدد في اليوم خلال ساعات النهار كما نراه في الشكل أمامكم، وحتى هذا الوجود ليس وجودا ثابتا وإنما وجود متغير، إذ تعتمد الإنتاجية على شدة الشعاع الشمسي الواصل لسطح الأرض وتغيره المستمر بين الفجر والظهيرة والمغرب، كما وأن هذا الإشعاع يتغير بشكل كبير بين الصيف والشتاء، كما أن كمية الإشعاع الواصل للأرض تتأثر أيضا بالعوامل الانوائية، فيمكن للغيوم أن تحجب كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي كما ترون في الساعة الثانية للرابعة عصرا في إنتاجية أحد المنظومات الشمسية التي وضعها الشكل أمامكم. ويوضح هذا الشكل التغير في كمية الطاقة الشمسية المنتجة شهريا، وطبعا سيكون الإنتاج الأكبر صيفا والأقل شتاء. السؤال الذي يبرز أمامنا الآن، كيف نستطيع أن نجعل الطاقة الشمسية سهلة الانقياد وتلبي متطلبات مشغلي الشبكة ومسؤولي السيطرة، بمعنى كيف نجعلها dispatchable sources of energy؟ قبل الخوض أكثر في كيفية جعل الطاقة الشمسية dispatchable source of energy، نتعرف أولا على ما تعنيه كلمة dispatchability. ما الذي تعنيه بالضبط؟ تعني dispatchability قدرة مصدر إنتاج الطاقة على تغيير القدرة التي ينتجها تبعا لمتطلبات شبكة النقل أو مشغلي مركز السيطرة. وهدف dispatchability هنا هو جعل الطاقة الشمسية مستجيبة لمتطلبات التشغيل الانقيادي لمسؤولي الشبكة بطريقة مشابهة تماما لما نراه من مصادر توليد القدرة الكهربائية العادية. وهذا يتطلب أمرين: أولا دراسة مكثفة لتأثير إضافة الطاقة الشمسية بقدرات عالية على الشبكة الوطنية والإنتاج التقليدي للكهرباء، والثاني هما تحسين وتطوير إمكانات مشاريع الطاقة الشمسية خاصة التي تستخدم معدات خزن. ولتحقيق مساهمة حقيقية كبيرة للطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية، لابد أن تكون هذه الطاقة متوفرة كل ساعات اليوم برغم أن الإشعاع الشمسي متوفر فقط في ساعات النهار. والحقيقة أنه حتى في هذا الوقت، وقت توفر الإشعاع الشمسي، فإن الإنتاجية مختلفة بحسب شدة الإشعاع الشمسي في أوقات النهار. وهنا تكمن إشكالية هذه المسألة، فما حلها؟ أولى الحلول المقترحة تأتي من استخدام المركزات الشمسية CSP أو Solar Trough في إنتاج الطاقة الكهربائية. السبب في ذلك يعود إلى أن هذه التقنية في إنتاج الطاقة الكهربائية يمكن أن تكون مفيدة لغرض الإنتاج بحسب الطلب عن طريق وجود Thermal Storage، إذ يمكن خزن المولتن سالت بدرجة حرارة عالية بعد أن يتم تسخينه لهذه الدرجة باستخدام الإشعاع الشمسي، ويمكن خزن هذا المولتن سالت لفترات طويلة واستخدامه عند عدم وجود الشمس في الليل أو أثناء الغيوم والأمطار. ويوضح هذا الشكل الفكرة السابقة. يوضح الخط الأحمر المتقطع الذي ترونه الحمل الكهربائي المطلوب تغذيته، وطبعا اللون الأصفر هو كمية الطاقة التي تم إنتاجها من الإشعاع الشمسي، ويمكن أن ترون أنها طاقة متقطعة بفعل وجود الغيوم. تقوم المنظومة الشمسية بخزن الطاقة الإضافية في Thermal Storage باللون الأخضر التي ستغطي الحاجة إلى الساعات اليوم الباقي. طبعا لن تغطي طلب 100% ولكنها ستغطي جزء مهم منه، ويمكن تكرار العملية مع اليوم التالي بحسب الثيرمال ستورج أو جعلها تمتد إلى يومين أو أكثر. الحل الثاني والذي يستخدم في أماكن كثيرة وأحيان كثيرة هو ما يسمى بالرينوبل انتجريشن، أي جمع أكثر من مصدر من مصادر الطاقة المتجددة معا لتعويض النقص في الإنتاج. وأبسط مثال على ذلك هو استخدام طاقة الرياح مع الطاقة الشمسية. والشكل أمامكم يعرض عملية الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا، وما يميز ذلك أن سلوك الرياح مختلف عما نراه عندنا. أشد سرعة الرياح في اليوم تكون في منتصف الليل بسبب الفارق الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، عكسنا نحن حيث يكون الفارق كبير في الظهيرة. الآن ما الذي يحدث لو جمعنا مزرعة رياح مع مشروع طاقة شمسية؟ يرينا الشكل أمامكم مثلا لذلك. اللون الأخضر هو إنتاجية مزرعة الرياح، بينما اللون الأحمر هو إنتاجية المنظومة الشمسية سولار بيفي، واللون الأسود للحمل الكهربائي المطلوب تغذيته. ويمكن أن تلاحظوا أن النقص في أحدهما يعوض الآخر بشكل معقول، فيمكن لهكذا المزاوجة أن تعوض جزء مهم من الطاقة الكهربائية المطلوبة يوميا من مصادر متجددة وعلى مدى ساعات اليوم. أنا شخصيا استخدمت هذه الفكرة في تشغيل مضخة ماء لأول مشروع قمنا به في صحراء كربلاء عام 2008،
حيث قمنا باستخدام توربين رياح مع سولار بانل لتغذية المضخة، وهذه عملية شائعة جدا وتعرف بالهايبريد سيستم أو النظام الهجين، لأنه يعتمد على وجود أكثر من مصدر للطاقة المتجددة في نفس الوقت. ويرينا هذا الشكل مزيج الرياح والطاقة الشمسية على مدى 4 أيام، حيث اللون الأخضر هو مساهمة طاقة الرياح في الطاقة المنتجة، بينما يشير اللون البرتقالي للجزء المستثمر من الطاقة الشمسية المنتجة، حيث لم يتم استهلاك كل الطاقة الشمسية المنتجة وإنما جزء منها، بينما اللون الرصاصي هو لكميات الإنتاج التقليدي، واللون الأزرق الفاتح الذي ترونه هنا هو للطاقة الشمسية الفائضة عن الاستخدام أو الفائضة عن الحاجة. يرينا هذا الشكل مدى إمكانية الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عندما يجتمعان في تعويض جزء كبير من الطاقة التقليدية المستخدمة في تلبية الأحمال الكهربائية. فبدل أن نقوم بتغذية هذه الأحمال المطلوبة تماما من الطاقة التقليدية، استطعنا الاستغناء عن جزء من هذه الطاقة التقليدية باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بهذه الطريقة يمكن لنا الحصول على تزويد معقول وموثوق لدرجة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وستزداد نسبة مشاركة المصادر المتجددة لو أضفنا لها منظومة شمسية حرارية مثل CSP كما ترونه باللون الأحمر الغامق أمامكم. بهذه الطريقة قلت مشاركة المصادر التقليدية إلى النصف تقريبا بشكل واضح، وأصبح التركيز أكثر على الطاقة التي تم إنتاجها من Solar PV و CSP وطاقة الرياح. ويرينا هذا الشكل توضيح لما سبق. الخط باللون الأحمر المستمر هو مساهمة السولار بي في لوحده في الإنتاجية الكلية المطلوبة لتغذية الأحمال في حده الأدنى، ويمكن لنا أن نرى أن أفضل قيمة لها لن تتجاوز نسبة 20%. أما اللون الأحمر المنقط فهو المعدل المساهمة للطاقة الشمسية والتي لن تتجاوز 25%. أما لو أدخلنا المركزات الشمسية CSP مع البي في فسنرى أن الحد الأدنى لمشاركتها في تغذية الأحمال اللي هو معروض أمامكم باللون الأزرق المستمر هي بحدود 45%، أما المعدل فهو بحدود 50%. وأعتقد أن مثل هذه المساهمة هي مساهمة فعالة ومساهمة مهمة، لأنها وفرت علينا الكثير من الوقود والجهد في تشغيل المحطات التقليدية، وهي محطات مكلفة ومحطات ضخمة ويتطلب إنشائها إمكانيات ضخمة أيضا. الحل الثالث المعقول هو استخدام مجمع بطاريات ضخمة لخزن الطاقة الشمسية التي تنتجها الألواح الشمسية، إذ يمكن لهذه البطاريات خزن طاقة كهربائية بسكيل الميجا وات أور، وهذا أمر حديث نسبيا وتم بعد سلسلة تطورات واسعة شهدها عالم البطاريات. طبعا أقول أن هذا حل مقترح، مع العلم أن البطاريات مشاكل كبيرة في التشغيل والصيانة، فيمكن لهذه الساعات من البطاريات الاندماج مع المشاريع اليوتيليتي سولار بي في وتلبية متطلبات الأحمال لأوقات خارج أوقات النهار. لم نصل الآن إلى تغذية طيلة ساعات اليوم لأن أسعار هذه البطاريات ما زالت مرتفعة، ولكننا نأمل مع التطور المستمر في تقنية هذه البطاريات والانحدار المعقول في أسعارها أن نصل في يوم قريب لهذا الحد. يوضح هذا الشكل فكرة أساسية من استخدام البطاريات مع منظومة السولار بي في. ففي حين تلبي الطاقة الشمسية الحاجة من الطاقة الكهربائية في أوقات النهار، تقوم المنظومة الشمسية بتصدير الفائض من الطاقة الخزن في البطاريات التي ستقوم لاحقا بتغذية الأحمال بها في أوقات غياب الشمس. وهذه صورة لمنظومة الطاقة الشمسية تستخدم الألواح الشمسية في جزيرة هاواي بسعة كلية مقدارها 28 ميجاوات وسعة خزن 20 ميجاوات، تستطيع تغذية الأحمال لمدة 5 ساعات يوميا بعد غياب الشمس. بهذه الطريقة أصبح المشروع ديسباتشبل وخاضع لسيطرة مركز السيطرة أو مشغل الشبكة طيلة فترة اشتغالي، كما أن الانخفاض المستمر في كلفة البطاريات جعل استخدامها أمرا ممكن نسبيا رغم أنها ما زالت مرتفعة السعر قياسا بباقي مكونات المنظومة الشمسية. ففي أريزونا تم التعاقد على مشروع طاقة شمسية سولار بي في بقدرة 100 ميجاوات وبسعة بطارية 30 ميجاوات وتغذية 4 ساعات يوميا. والغريب هو سعر منخفض الطاقة المزودة من البطاريات،
والبالغ 5.4 سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة. وتعرض المقالة التي ترونها لتفاصيل هذا المشروع. أتمنى تكون محاضرتي مفيدة لكم. إذا عجبتكم المحاضرة اضغط على علامة الإعجاب اللي تشوفها أسفل الفيديو، والإشتراك المجاني في قناتي على اليوتيوب فقط اضغط على لوجو سولار اللي تشوفوه أسفل يمين الفيديو. ويمكنكم التواصل معي من خلال صفحتي في الفيسبوك دكتور محمد أبو الطيب محاضرات الطاقة المتجددة. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.